السلام عليكم. النهارده بنتكلم عن يعني نقطة مهمة جدا جدا، كتير من متابعيني بيسألوني عليها، وهي مسألة تشغيل المروحة في الصيف. زي ما انتم شايفين المروحة هي هنا، المكان دوت فيه بطارية لتسمين الدجاج الأبيض عمر 10 أيام، نفس الكتاكيت اللي أنا يعني بتابعها وبعمل عليها فيديوهات. المروحة هي عملناها بس فوق في السقف ازاي، ولما بتشتغل بنخليها تلف، وبنخلي السرعه طبعا ما بنلعبش في السرعه، خليها مثلا على سرعه 200 2، وبنخليها فوق علشان ما تبقاش او ما تعملش هواء مباشر على الكتاكيت بتاعتنا. طب ايه فايده المراوح دهيت؟ ان الجو في الحر بيبقى ساكن ثابت، فاحنا محتاجين الهواء يكون في تيار هواء ثابت متحرك. خلي بالكم يا جماعه من الكلام دوت، تيار هواء ثابت متحرك في المكان. فالمروحه لو عملت مروحه حيطه زي كده ما تبقاش مباشر على الطيور، بتتحرك بسرعه ثابته، بتشتغل على طول. طب لو عملت مروحه في السقف يكون افضل، وانا بحب مراوح السقف لانها بتعمل توزيع للهواء، توزيع متجانس كويس. فالمروحة مفيش مشكلة منها طالما ما بنوجههاش على الطيور مباشرة وماشية بسرعة ثابتة. وطبعا لابد من تنظيف المروحة من الأتربة علشان يعني نضمن ان ما يبقاش فيه غبار ينزل في المية ولا على التحصين بتاعنا. دوت يعني ملخص الكلام في المروحة. طبعا مكان زي ده هوت يكفي فيه مروحة، مكان زي اللي بره دوت اهو بص فيه مروحة سقف اهي، بس احنا طفينا دلوقتي لان المكان مش محتاجينه، وان شاء الله احتمال يعملوا مروحه هناك في البكه اللي هناك دي عند اللمبه ديت، لان المراوح بتعمل يعني تغيير للهواء، وبتخلي الهواء لو احنا عندنا الشباك بتاعنا دهوت بيدخل هواء، هو مش هيجيب لاخر العنبر، هيجيب مثلا لغايه 30، هيجيب لغايه 30% من العنبر وليكن لغايه صباعي هنا. طب الجزء الباقي دوت هيروح لهوا ازاي؟ من خلال المراوح. المراوح هتنقل الهواء وهتعمل تيار مستمر للهواء، وهنضمن ان في حركه للهواء في المكان بتاع التربيه. فالمروحه مهمه جدا، ولكن بيقولوا لو مروحه سقف يكون افضل. عملنا مروحه على الحائط نخليها مش بتتحرك، مش مباشر على الكتاكيت بتاعتنا، بنثبت السرعه في مرحله مروحه عمود لازم نخليها بتتحرك وما تبقاش مباشر على دوت. بخصوص المراوح وازاي نشغلها في ظروف الحر، و اذا كانت سقف او حيطه او عمود. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نتابع مع حضراتكم.